الله يصلح حالكم احوالكم يا احمد صلاح في السودان، الله يصلح حالكم احوالكم، الله يتمم لكم اموركم ويجمع كلمتكم ويحقن دماءكم ويامنكم في اوطانكم يا رب، ويبعد عنكم الفتن والحروب والخلافات، الله يرزقكم الامن والامان والطمانينه والسلام يا اهل السودان يا رب، واهل العراق واهل سوريا واهل لبنان واهل فلسطين، الله يرزقكم الامن والامان والطمانينه والسلام يا رب في دياركم وفي نفوسكم وفي اعراضكم وفي اموالكم وفي بلادكم يا رب، الله يحقق لكم الامان وفي المغرب وفي ليبيا الله وفي اليمن، الله يحقق لكم الامن والامان والايمان يا رب العالمين. الله يوفقنا وياكم لكل خير ويعطينا ويعطيكم حتى يرضينا ويبارك لنا ويبارك لكم يا رب. هذا مسجد الغمام اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء والعيدين، وبعدها توفي رحمة الله عليه، كان آخر عهده بهذا المسجد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المسجد يبعد أمتار بسيطة عن المسجد النبوي الشريف، هذا مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنحن فيه الآن مسجد الغمامة. هذا مسجد الغمامة، الله يوفقنا وإياكم بكل خير. والله تخصص دعاء الإنسان